فاطمة المعصومة ماتت والرضا ما شافته، شحال من شافت أخوها بسيف حزة ورقبته. هذه عليلة ومريضة وماتت وما جافت أخوها، وثق بالله أنها قاضية وباب من أبواب الحوائج، وإن شاء الله ما تطلع من المجلس إلا وحاجتك مقضية. فاطمة المعصومة ماتت والرضا ما شافته، اش حالة اللي اش حال من شافت اخوها سيف حزة ورقبته. فاطمة سمعت باخوها ميت ومات الصبر من بعد عمره، يا ويلي ما بقى لها عمر. اش حالة اللي شافت ابن امها على صدرها شمير، يهبر وداجة وجبدة للعطش متفتتة. فاطمة رغم المصاب اللي ذهلها والبلاء ما حصل لها عشر معشار من طف كربلاء، ما بقى عدها جنايز بالفياض معطلة، ونسادة ما مشت حسرة وسبية وبالحبال مكتفة. فاطمة سمعت، فاطمة يا صارت عليلة يوم فارق هالرضا، فاطمة صارت عليلة يوم فارق هالرضا، وما شافته بسمة قضى. شحالة اللي شافت ابن امها الخيل صدرت رض رضا، بعد ما شافت يا ويلي فوق خطها متى. زينب مظلومة شافت كم رزية بالطفوف، يكفي بس مصيبتين عباس مقطوع الجفوف، صوبوا عينه وبقت من بعد عينه ما تشوف، غير نسوان يتامى بالفياف مشتتة. زينب المظلومة ما شافت إلا العسار، يكفي عصرة أمها والمسمار وضلع المنكسر، وتالي شافت بالعظيمة راس أبوها من شطار، بعد ما شافت يا ويلي فوق خطيها متى. إن كان معصومة قضت حسرة على فراق العضيد، زينب المظلومة شافت أبو اليم على الصعيد، يسراها من بعد عينه إلى الفجر. يا زيد وشافت بحسرة عليه شلون مات طفلته، بعد
رضا المعصومة ما واحد شتمها. بعد الرضا المعصومة ما واحد شتمها. وبالصوت وبالصوت ورمها ودمها على جفنها. لكن زينب بنت علي بنت امير المؤمنين، اويلي اويلي ويلي ويلي ويلي، تلتفت ليلة الحادي عشر ما وياها ما وياها رجع، وين تروح؟ تلتفت الى ناحية المدينة تنادي السلام عليك يا امه يا مكسرة الاغلى، تصيح يمه يا حسن يمه تعالي وشوف الكربلة اش سوت بحالي، اش حال الغريبة بغير والي. ترد عليها الزهر تقول يمه انا مو بعيدة مو بعيدة، أنا ثلاثة أيام ساكن البيت، أنا شفت حسين من حزاو وريدة ونوب أدور خمس ريدة، إيه والله ونوب أدور جايم عضيدة. ضيعني ابن امي وخلاني غريبة، لا اهل عندي ولا بلد يمي قريبة. اقروا يا اقروا يا بلونا بلونا. ضيعني ابن امي وخلاني، لا أهل عندي ولا بلد يمي قريب، عني اش دعوة يا علي يا علي مطول الغيبة، ما تنجف زينب وياها نساوي. شفنا عزازة الرضا عند معصومة، لكن نبغى نشوف عزازة زينب عند الحسين. وين البيت؟ اعذرني هذا الموقف وانتهي. تصيح يا صوف درب المشرعة يا ابني تقلي على قبر ابو فاضل ارشدني ما ادلي، خوفي يقول جو كربلا ولا مرة وعلي، واجب علينا الروح لا واجب علينا، وصلناكم شيلوا يا شيلوا يا يا ابو فاضل ولا جيتوا وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العون، وراس حسين سمحولي وراس حسين سمحولي، تراه مكسر سنونه، احنا غير حسين ما عدنا وسيله، والذنوب هواي شفتها ثجيلة، احنا غير حسين احنا غير
وسيلة والذنوب إحواي. يا الله نقسم عليك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، إلا ما فرجت عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. إلهي فرج عن شيخنا واجعله في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. قبل أن نكمل هناك جمع للصدقة، ما تجود به أنفسكم. إلهي بحق هذه الطاهرة القديسة فاطمة المعصومة، شافي كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب إلى أهله ووطنه سالما غانما. جميعا ثلاث مرات: يا وجيهة عند الله اشفعي لنا، اشفعي لنا يا وجيهة اشفعي لنا. وإلى أموات المؤسسين وأموات الحاضرين، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة المباركة تسبقها صلوات.